أديان السماء تبرأ من سياسة الفساد. خامنئي يقتل الحسين عليه السلام. الإسلام دين محمد وموسى والمسيح عليهم الصلاة والتسليم، وكل شرع وأخلاق. تتبرأ من الضبع الأعظم خامنئي. خاميمنون طاغية إيران السفاح الذي قتلنا في كربلاء الأطفال والنساء والشيوخ والشباب مع الحرق والمثلة والسلب والنهب والتهجير وتهديم الديار، وأضعف ذلك فعله في ديالى وكركوك وبغداد وجرف الصخر وبابل والفلوجة والأنبار وصلاح الدين والموصل، ولم تسلم من نيرانه وفتنه سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان والخليج والحجاز ومختلف البلدان. ولا يخفى ما فعلته يد الأعظم من قبائح وأفساد في إيران، من تجويع وإذلال وترويع وقتل وسرقة وإفقار وإفلاس. وقد فجر رؤوس الشباب لأنهم أرادوا وطنهم الذي اغتصبه.